صباح الخير مشاهدينا، اليوم راح يكون لنا جولة صباحية في معهد الفنون الجميلة. راح تعرف أكثر على هذا المعهد اللي تم افتتاحه عام 1966، وهو تابع لوزارة الثقافة، ويعتبر من أهم وأبرز المعاهد الموجودة في المملكة. فهو يجمع العديد من أنواع وأشكال الفنون والفنانين والموهوبين في مكان واحد، وهو يعمل على تأهيل وتدريب المواهب الأردنية والعربية من خلال العديد من الحقول التي يعنى فيها، منها الفنون التشكيلية والأدائية والموسيقية. خليكم معنا في هذا التقرير الصباحي، خلينا نتعرف أكثر على هذا المعهد. يسعد صباح. قسم الفنون التشكيلية بيحتوي على 5 تخصصات: الخزف والنحت والرسم، والرسم للأطفال كمان عندنا فئة اليافعين، وعندنا كمان الخط العربي والجرافيك واللي هو فن الجرافيك مش في الجرافيك ديزاين. يعني احنا بناخذ أفضل طلاب بتقدموا للمعهد، نعمل فحص مستوى وناخذ أعلى مستوى في الطلاب اللي بيجيبوا أفضل معلومات، لأنه إحنا بنحب ناخذ الموهوبين نسقل موهبتهم، مش بناخذ مبتدئين. عادة بكون في عندهم شوية موهبة إحنا بنطورها، هذا كله بيساعدهم على رفض الجامعات في طلاب متخص يعني مستوى جيد. كمان بعد ما يخلصوا بدرس عندنا مدة 2 سنين، هي خدمة مجتمعية مقدمة من وزارة الثقافة، خدمة مجانية مدتها 2 سنين. آخر 2 سنين نخرجهم ونعطيهم شهادة، نعملهم حفل تخرج، وبعديها بس بيدخلوا سوق العمل، يعني بيستفيدوا من الدورات، بيشتغلوا، بيعملوا جروبات، بيعملوا يعني على السوشيال ميديا، في منهم بيسوقوا اعمالهم، في منهم بيفتحوا جاليريات خاصه فيهم، بنساعدهم كمان يشاركوا في معارض دوليه يعني على مستوى يعني لبرا. هذا الشيء اللي نرتقي له في المعهد، انه نساوي كمان نشبك مع الدول العربيه والاجنبيه ان شاء الله. أنا طالبة بمعهد الفنون سنة تانية، اشتركت السنة الماضية، سمعت إنه بيقدموا طلبات لمعهد الفنون، كنت حابة أقدم للخزف، فقدمت وسمعت عنهم إنهم كتير بيعلموا الطلاب من A to Z بالخزف وشو أنواع الطين والألوان والحرق، فقدمت وصرت أطلع أشكال، طبعاً أطلع أشكال مساعدة الأستاذ إنه يعلمنا، وأشكال مختلفة إن كان صحون على الدولاب ولا إن كان أجسام تجريدية،
وبنفس الوقت انه نلونها ونحرقها. بحب اشكر اصلا المعهد لانه اعطانا هاي الفرصه الكبيره واللي مدتها سنتين، اللي بتيح لنا انه ندرس الماده من اساسياتها بالنسبه للخزف او اي شيء ثاني. صباح الخير، أنا صوفيا بقاعين، طالبة كمان في معهد الفنون الجميلة وزارة الثقافة. أنا طبيبة أسنان، ولكن من فترة كتير بعيدة من أنا وصغيرة كان عندي شغف وهواية كتير كبيرة أني أتعلم الكمان، وطبعاً اخترت معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة لأنه فيه كادر موسيقي عظيم جداً وفظيع جداً الصراحة بالحصص اللي بيعطوها والأشياء اللي بتتعلمها خلال يعني فترة زمنية من سنة إلى سنتين، ولكن بتطلع متعلم كتير أشياء كتير حلوة وكتير كبيرة. وطبعاً هو بيعطي فرصة كتير حلوة خصوصاً إلنا للأشخاص اللي شوية مادياً ما بيقدروا يسجلوا بمعاهد شوية غالية وصعبة، فعم بيعطوا هاي الفرصة لكتير ناس وإحنا كتير مشكورين لإلها. كلا يا مولاي، بل تغمرني الشمس بأكثر المناطق. هاملت، انزع ثياب الحداد، إنك لتعلم أنه من المقرر المألوف أن كل حي مصيره الموت، كذلك والدك الشريف.